اليوم. وطبعا هذا القميص الذي يرتديه هو القميص الثاني كما يعرف لنادي الأهلي الأبيض والأحمر، ولكن يتفاءل به عشاقه ومحبيه. تمشي الكرة مرة ثانية لمتابعة بخطوات رائعة من خلال الاعتماد على الذات، وبدأ النادي الأهلي هذه الخطة بشكل كبير من خلال استثماراته التي نراها دائما في مشاريع القادمة لنادي الأهلي. وهذا بالطبع بعناصر ديجان أورسوف، مدرب يطمح أن يسجل اسمه مع النادي الأهلي، مدربين كبار قادوا الكتيبة الحمراء في تاريخ كبير ومشوار كبير. أسماع يحاول أن يهدي ينتص حماسية لاعبين النادي الأهلي. أخطاء الميسباس موجودة، الأخطاء في التمرير من نادي الترجي واضحة، يستفاد منها. يلا يا شباب في محاولة هنا يحاول يمر واحدة اثنين، المتابعة يلا العرفي، يا سلام على التمريرة، يا عيني على الكورة الحلوة. الله 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 الله، ما تصل للوراء عند ثلبة، يحولها لأبو بكر أبو عقيلة، واحدة اثنين في الانطلاقة، لكن كرة أبو دبوس ما تمكنش من لعبها باتجاه طاع من الفرص المتاحة. شاهدنا فرصتين تيحت لنادي الأهلي ما استفادش منها، نتمنى طبعا يستفيد منها، لأن الترجي كما قلنا في صورة فيها صورة قد يستفيد منها النادي الأهلي من خلال الأخطاء والتمريرات الكثيرة التي لدار النادي الأهلي. لامين التورغي لاعب سابق طبعا، لامين التورغي وأيضا لاعب سابق ونجم سابق نادي الأهلي، مساعد الأمير توري، واحد من نجوم نادي الأهلي أسامة زقلام، وتواجد أهلي ناصر فكرون، هو لاعب سابق وإداري، وبالطبع عمل كل شيء في ناصر فكرون يعني خلال 30 عام تقلد كل المناصب في الأندية الأفريقية، دوري أبطال أفريقيا. حمدو الهوني يحاول، لكن ممتازة التغطية حاضرة من أبو بكر أبو عقيلة، يمشي الكرة من بودابوس بالراس، ترجع الكرة مرة ثانية، المتابعة واللحظات التي نعيشها. البطولة كما قلنا البطولة الأغلى على صعيد الأندية، البطولة اللي شاهدنا نهائيها نهائي قرن بين الأهلي والزمالك، والذي حقق فيها نادي الأهلي الفوز. مشاركات نعم لنادي الترجي في الفترة الماضية، تمشي الكرة مرة أخرى، واحدة اثنين للانطلاقة من متابعة غيلان الشعلاني، أبرز اللاعبين اللي ذكرناهم وتحرك فورت كما قلنا. الأهلي في الدور التمهيدي بعد أن انسحب الفريق الأثيوبي طبعا بكليلي من اللعب، وطبعا الشعلاني حاول يمشي بها مرة ثانية، حمدي النجاز حذاري من كرة حمدي النجاز العرضية، ممتازة في التغطية الدفاعية أمام اتحاد المونستيري، امبارح الاتحاد أمام بيراميدز واليوم أمام الاتحاد المونستيري بالنسبة للأهلي. أتمنى الأهلي اليوم أن يحقق انتصار. فوسين كولوبالي تمشي للياس، هناك سقوط لاعب نادي الأهلي، تحول كرة ممتازة في التغطية، تحول حاول إبعاد الكرة مع الضغط اللي مارسه طه ياسين ويلعب مع حمدو، لكن الكرة تعود مرة ثانية، الضغط على اللاعبين بحجم طه ياسين الخميسي وحمدو الهوني مهم جدا، ومع تحركات أي الترجي هذه المتابعة مرة ثانية تعود كما قلنا الشوط الثاني، الشوط الناحية التكتيكية سيرتفع المستوى، لكن كل الأمنيات كل التوفيق لنادينا نادي الأهلي. سلامات بن عامر تشيكو، محمد فتحي مانديلا والشامخ اللي عرفي كما قلنا عبد الله خرج ودخل مكانه سعيد النايلي، وبرايم بوداد، هناك نيمبا مازيمبي، هذه الأبطال اللي حملت هذه البطولة دوري أبطال أفريقيا. تمشي الكرة من هناك ممتازة، مرور ممتاز، بودابوس يلا بودابوس بودابوس بودابوس، ما فيش تسلل وكرة وجول، انطلاقة من فريق الترجي الذي بدأ يحاول في هذه اللحظات. متابعة مرة ثانية مع الدقائق التي تمر 12 و 13. عكشي يا عكشي في لا تتعصب، لأن الأمور ماشية وحكمة سيمبا. متابعة مرة ثانية، نقول الأهلي لعب بحذر، نعم لعب بحذر وهذا أمر مطلوب أمام نادي الترجي، لكن حذر زيادة أحيانا يكون عكسي. وهذه كرة اللعب العرضية، هذا من أقوى البطولات الأفريقية على صعيد الأندية. تعود الكرة الآن من هناك
بالكعب ترجع واحدة اثنين مانديلا. هي اللحظات المباراة ربع ساعة الأخيرة الآن، ربع ساعة الأخيرة تحمل في طياتها الكثير. سنرى ما هو الجديد ربع ساعة في هذه المباراة. ما نراه للفريق لمحب طبعا النادي الأهلي ومثل ليبيا بالطبع في لحظات عصيبة جدا هذه المباراة، يعني مجهود ال 75 دقيقة والدقائق الباقية هي صعبة صعبة، يعني أنا مركز مع كل لحظة في كل كورة. ومانديلا يلا وكورة واحدة اثنين، لكن التغطية والمتابعة من هناك عرضية داخل منطقة الجزاء لكن بالرأس يبعدها حامد، ترجع الكورة بمحاولات والتصويبة ممتازة. مراد من بداية في وارسوف، ترجع الكرة من مانديلا، لاعب الترجي واقع الأرض، الكرة مرة ثانية تعود من انطلاقة لاعبي النادي الأهلي، يلا في التمريرة ممتازة على التمريرة الحلوة، أوه تورغي أوب وما استغلتش هذه فرصة ضيعتها، لكن إن شاء الله يعوضها في المباراة القادمة. إذن عبد الله الشعافي مكان بودابوس في التمريرة.